يا مساء الحلاوة والجمال على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال. النهاردة الحد والساعة 3، وده معايا حلقة جديدة من برنامج حلاوة روح مع داليا حسام. وزي ما وعدناكم اننا في حلاوة روح هنساعدكم انكم تشوفوا وتوصلوا لجمال شكلكم وحلاوة روحكم. النهاردة بقى هننقب كده داخل اعماق روحنا ونحاول نكتشف الجواهر الجميلة والفريدة اللي موجودة جوانا، وإيه اللي بيخلينا مش قادرين نكتشفها أو مش حاسين بيها أصلا. في موقف كده ممكن يكون حصل مع كتير مننا، ممكن كده نيجي نركب العربية وندورها ونلاقيها مش عايزة تدور، نحاول 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 وبرضه هي مصممة ومش عايزة تدور. أول حاجة بتيجي في بالنا وقتها يمكن في حاجة فيها محتاجة صيانة، ويمكن ما فيهاش بنزين. تعرفوا بقى ان احنا زي العربية دي، علشان نمشي ونكمل طريقنا وننجح محتاجين نعمل صيانة للحاجات اللي محتاجة اصلاح، وكمان بنبقى محتاجين بنزين اللي هو الطاقة اللي بتساعدنا نعمل مجهود في اي حاجة في حياتنا. طيب امتى نعرف اننا محتاجين وقفة كده لعمل الصيانة دي لروحنا، وازاي نشحن طاقتنا؟ عايزين نعرف كل ده ونجاوب على كل الأسئلة دي مع ضيفتنا وضيفتكم النهاردة، دكتور ربابة الششتاوي، استشاري الصحة النفسية وخبيرة في علوم الطاقة وما وراء الطبيعة. منورانا دكتور ربابة. ميرسي، شكرا. الحقيقة احنا احيانا كتير قوي بقينا بنسمع ناس بتردد عبارة انا ما عنديش طاقة، ما عنديش طاقة اكمل، انا ما عنديش طاقة اتكلم، انا ما عنديش طاقة اعمل اي حاجة. أنا جبت آخري. بالظبط، ايه بقى احنا بقينا بنقولها كتير، يعني بنقولها وبنسمعها، ايه بقى مفهوم الطاقة دي وايه اللي بيخلينا اصلا نحس بكده؟ ولو وصلنا للشعور ده فعلا ازاي بقى نقدر نواجهه ونتغلب عليه؟ هو في الفيزياء يعرف الطاقة يقول القدرة على بذل شغل أو إحداث تغيير. فعلا فحتى المصطلح عام، أنا ما عنديش طاقة، أنا مش قادرة ولا أعمل تغيير ولا أبذل شغل، فبحس إن أنا خلاص. يعني حتى في العلاقات الاجتماعية مثلا، لو واحدة وزوجها، واحدة وخطيبها، واحدة وصديقتها، وخلاص أنا ما عنديش طاقة، مش قادرة أكمل، مش قادرة، طب مش قادرة، طب حتى مع أولادنا، طب حاولي تعدلي سلوك، وما عنديش طاقة، مش قادرة أحدث تغيير. ده ممكن في داخله بينطوي على احساس باليأس، احساس ان انا مش قادره اثر على الاخرين، احساس ان انا بيسموه الحرث في البحر، ان انا بعمل بشتغل بشتغل ومفيش ناتج. المشكله ان الاحساس السلبي ده ممكن ينعكس على حياتي كلها، وابقى دايما مفعول بي، ان انا مش للأسف ان انا مش صاحبه قرار في اي حاجه. للأسف معظمنا ممكن يكون بيمر بالشعور ده من بدون ما يشعر كده، ويلاقي نفسه نازل زي حفرة كبيرة عشان الناس كده عمال عايزة، تزيد وهو بعمل عشان ينزل الناس جوه. عايزة، بلبس عشان الناس عايزة، بقول عشان الناس عايزة، بتجوز عشان الناس عايزة، بخلف عشان كله بيتجوزوا بيخلفوا، بدخل الكلية الفلانية عشان الناس شايفينها كلية حلوة، مع اني مش بحب الدم ومش بحب، فاهمة قصدي؟ ما مبقاش بحبش انا صاحبة قراري. مبقاش انا صاحبة قراري، دايما مفعول بي. فده طبعا احساس لازم نبقى احنا واعيين له من الاول، ولازم نخلي ولادنا يخلوا بالهم. بنسميه في علم النفس حاجة محك داخلي ومحك خارجي. المحك الداخلي ان انا بعمل اللي انا عايزاه، معياري انا، معيار القيم، معيار اللي انا مقتنع بيه. المحك الخارجي معياري الناس، الناس هيقولوا ايه، او عشان الناس ترضى، او عشان، وبوصل للنتيجة ان انا خلاص جبت اخري، مش قادرة اعمل حاجة. المحك الخارجي بقى هو اللي بيتحكم فينا وقت الشعور ده. عشان الناس وبتاع، وبالتالي يعني انا، طب وبعدين، طب وانا هعمل ايه، ما فيش حاجة بتتغير وانا ما بغيرش حد وبتاع، فبضيع وسط الناس. ايه بقى يعني عايزين نتجنب الشعور ده اصلا؟ لازم من الاول ابقى انا واعيه بفكري، واعيه بافكاري. في السيكولوجي حاجه بتسمي افكار مولده للضغوط النفسيه. يعني انا ممكن افكر تفكير، ممكن اتنين يحصلهم نفس الحدث، زي موقف مثلا العربيه، الاتنين دوروا العربيه ما دارتش، واحد يفكر دي طاقه سلبيه، ده حسد، ده مش عارفه ايه، اليوم باين من واليوم اوله باين وحاجات من كده. اوله، وانا هعمل ايه، ويفضل مشحون طول اليوم وشايل هم العربيه. واحد تاني يقول قدر الله ما شاء فعل، وياخد اي مواصله، او حتى لو خدوا اجازه يحاول بقى يفكر في الحلول على طول. ممكن يفكر في حلول، ممكن يقول ربنا خلاص مش عايزني اروح المشوار ده، انا اروح انام. عارفه لو عمل كده
احسن ما بيحرق في دمه. في الاحسن يقول لك خلاص اوكي المشوار مهم، اخد تاكسي او اخد اي حاجه واروح، او حتى لو هروح بمواصلات يمكن لو ركبت كان حصلت حادثه. ده تفكير احسن. ده التفكير اللي بنسميه تفكير ايجابي بقى، تفكير ايجابي مش تفكير مولد الضغوط النفسيه. مش تفكير مولد الضغوط النفسيه. لو انا فكرت تفكير مولد الضغوط النفسيه طاقتي هتروح، بستنفذ نفسي على طول، بحرق بنزين اكتر. حتى في العربيات، في عربيه بتحرق بنزين كتير وما تمشيش. فعلا. ايوه بتحرق بنزين وما تمشيش. في ناس كده، في ناس كده دايما يولدوا طاقه سلبيه وما بيعملوش انجاز. هما للاسف بيولدوا طاقه سلبيه لنفسهم وللي حواليهم. ما هو يعني الطاقه السلبيه بتبث كمان. يعني الطاقه السلبيه بتبث، يعني احنا لما بنقعد جنب ناس كويسين وكيوت وهادين بنحس براحه، زي ما بنقعد جنب الاطفال. يعني احنا كلنا بنحب الاطفال، بنحب نتعامل معاهم. ليه؟ لانهم مصدر للطاقه الايجابيه. لكن في ناس اللي هم مش راضيين عن حياتهم، حتى لو قاعدين ساكتين، حتى لو مكتب كلنا. يعني بيصادفنا ناس كتير بيروجوا الطاقه السلبيه او بيبسوها يعني طول الوقت. عموما احنا هنطلع فاصل صغير جدا، ما تروحوش في اي حته، مستنيينكم. هنكمل كلامنا كتير قوي مع دكتور رباب. فاصل صغير ونرجع تاني. ورجعنا لكم تاني مع برنامج حلاوه روح ودكتور رباب الششتاوي. كنا بنتكلم قبل الفاصل الحقيقه عن الاشخاص السلبيين في حياتنا، ازاي احنا نقدر نتعامل معاهم علشان ما ياثروش علينا ويصدروا لنا الطاقه السلبيه دي، فبالتالي احنا كمان نكون سلبيين. لو حد قريب مننا لازم نعمل نوجه تفكيره. يعني هما مش فاهمين هما قد ايه بيضرونا، مش فاهمين قد ايه هما عاملين ضغط عصبي. فدي ساعات فاهم نفس الشخصيه، ساعات بنسميها شخصيه مسيطره، ان هو مش بيشوف البني ادمين اساسا، هو بيشوف الحاجه اللي المفروض يعملها. فاهم قصدي؟ يعني ما بيشوفش قد ايه اللي قدامه تعبان، ما بيشوفش قد ايه اللي قدامه مجهد، هو بيشوف اللي هو عايزه. يعني لو طفل مثلا في من الشخصيه المسيطره دي، تلاقيه مثلا انت جاي تعبانه وبتاع، ماما عايز كذا، يا حبيبي استنى، يا حبيبي انا جاي تعبانه. بس هو ده يبقى اسمه طفل صاحب شخصيه سلبيه او بيصدر الطاقه السلبيه. هو الطفل ممكن يبقى فيه هو حطك تحت ضغط، هو حطك تحت ضغط، هو مش حاسس. هو مش حاسس. وفي رجاله كده، وفي ناس في الشغل كده. فلازم نفهمهم ان انا بتعب، ان انا تعبانه، ان انا مش مكنه، ان انا، لان هو بيدوس طول الوقت ومش حاسس بده. انت ليك احتياجات بس انا ليا قدرات برضه في وقت معين. على فكره فكره ان انت تستوعبي اللي قدامك طول الوقت على امل ان هو يقدر، ده ما بتحصلش. يعني هو بيحس، هو اوريدي بيتابع، هو ممكن مش حاسس هو بيعمل ايه. وانت اتغيرتي ليه؟ ما انت طول عمرك يعني انا بزعق وانت بتسكتي. بس دي تبقى مشكلتي انا شخصيه. يعني انا المفروض ان انا ما اوصلش للي قدامي ان انا طول الوقت متاحه وكل حاجه مجابه. المفروض اكون برضو زي ما حضرتك قلتي نوصل له فكره الوعي باحتياجات اللي قدامك وقدراتهم. يعني لازم، مش كل حاجه لازم، احتياجاتك لازم، انت بس. لازم نربي اولادنا عليها. والاشخاص اللي بيدخلوا في حياتنا كبار لازم نلفت نظرهم لها، لانه ممكن هو مش واخد باله. او هي مش واخده. فدوري انا بقى لما الاقي شخصيه زي دي انا اللي ابدا اتكلم واوعيه ان هو المفروض ان هو يراعي اللي قدامه، المفروض ان احنا طرفين مش طرف واحد، فنراعي احتياجات بعض. غير كده ان كل واحد عنده مشكله في حاجه، احنا كلنا عندنا مشاكل نفسيه، عندنا حاجات اتربينا عليها بتوجعنا. ممكن اللي قدامي بالنسبه له عادي، لكن انا بالنسبه لي الموضوع ده خط احمر. صح. فهو يستغرب انت متنرفزه ليه، ما كل الستات كده. لا انا بالنسبه لي الموضوع ده بالذات حساس لانه عندي عقده فيه بالموقف الفلاني. فلازم اقول واعرف اللي قدامي. ما هي ممكن كتبت غير منطقي اللي قدامك. انت فاهمه قصدي؟ لكن ده مرتبط، فمن فضلك بلاش الموضوع ده. اوكي بلاش الكلمه دي، لان الكلمه دي فعلا بترفع ضغطي. مش عشان الكلمه مش حلوه، عشان هي مرتبطه معايا بموقف معين بفتكره وبتضايق. احنا المفروض نساعد اللي قدامنا ان هو يتواصل معانا تواصل صح. لكن انا على فكره لما بستوعبه طول الوقت انا بضلله، لان هيجي في وقت مش هقدر اكمل معاه ومش هيبقى فاهم انت فجاه ايه اللي زعلك، ايه اللي ضايقك، ايه اللي بيعصبك. ما هو هيجي وقت بيتعامل بحريه. انا مش هيبقى عندي طاقه. هاجي وقت خلاص انا ما عنديش طاقه. وان انا بحس ان انا لما هبعد بس انا بس محتاجه استرد طاقتي، محتاجه استرد عافيتي. لو انا حتى ابني كده او بنتي كده، فانا هستريح بعدم التواصل، فالتواصل هيبقى قليل للاسف. ايوه هنبقى في زي ما احنا كتير في البيوت، الولاد مع نفسهم في اوضهم وقافلين، والابهات بره ممكن في الليفنج او بره، يعني مش بره البيت بس. مفيش تواصل. ليه؟ لان مفيش تواصل صح، مفيش فهم لطبيعه كل شخصيه فينا واحتياجاتها. احنا دايما نقارنهم بجيلنا. ازاي هم كذا؟ ما ينفعش، لان هم متاح لهم حاجات كتير جدا ما كانتش متاحه لنا. فطبيعه العصر متغيره، اللغه اللي بيستخدموها دلوقتي لغه متغيره، ثقافه المجتمع.
زمان كانت الطبقة الأرستقراطية هي الطبقة المتعلمة، هي الطبقة اللي معاها فلوس، فكانت بترفع المجتمع لفوق. فتلاقي إن الفن، يعني الفن راقي، اللبس راقي، الكلام راقي. دلوقتي للأسف الطبقة اللي معاها فلوس هي الطبقة اللي ما فيهاش ثقافة وما عندهاش وعي حقيقي. وما عندهاش، فتلاقي إن الثقافة بتتدنى. يعني انت بصي ايه ده، يعني لما كان فريد الأطرش غنى أغنية يا عوازل، يا ما قال لي وقلت له يا عوازل فلفله، النحاس عملت باشا، مشكلة النحاس كبيرة طبعا باشا وقتها. وبخه وقال له ما يصحش، واداله محاضرة عن دور الفن في الارتقاء بصي احنا بالمجتمع. بنسمع ايه دلوقتي؟ ايوه، لان الطبقه اللي بتسحب ثقافه المجتمع هي دي او اللي بقت ماشي وراه، السايدة. هي طبقه مش مثقفه وما عندهاش وعي وما عندهاش فكر، فهي اللي بتفرض ثقافتها على الناس. تمام. ففي متغيرات كتير، واحنا بقى مش واعيين بده مع اولادنا، ان احنا نوجههم بالراحه. طب ما يا حبيبي، طب احنا ممكن نسمع ده مع ده، طب انت اسمع اغنيه وانا اسمع اغنيه، طب احنا نقعد شويه ما نسمعش حاجه. انت فاهمه قصدي؟ لكن انا على طول ايه اللي بيسمعوه ده واللي مش عارفه ايه، هو فاللي برضو قدامي لازم هينفر. نحترم احتياجاتهم او نحترم رغبتهم، الحاجة اللي بيحبوها، ممكن بس انا ابدا نديلهم بس مساحة فيها يعني. اسحبهم للارقى بس بالراحه، مش على طول هبدا بالنقد. ايه ده ايه اللي انتوا بتسمعوه ده وكلام بقى كتير عن الجيل وعن هم اتولدوا كده. صح لو فعلا. انا فضلت كده، انا اللي بعمله ان انا بعمل حيطه بينهم وبين بعض، هاجي في وقت انا ما عنديش، يعني حيطه بيني وبينهم، هاجي في وقت ان انا مش قادره اكمل معاهم، مش ما قادرة عنديش أفهمهم طاقه. ولا هم فاهميني. ايوه، احنا بالنسبه لهم القرن اللي فات، وهما بالنسبه لنا الدنيا بتغير، واحنا قدام، يعني احنا قدام قوي، فالدنيا مش هتبقى ظريفه. طب يا دكتور، احنا عشان ما نوصلش للشعور اللي احنا ما عندناش طاقة ونوصل بقى للنقطة دي، هل في حاجات أصلا في حياتنا ممكن انها تكون سبب ان احنا تبقى تملانا بالطاقة السلبية في حياتنا او في بيئتنا المحيطة؟ وعلى الجانب الآخر بقى، في حاجات ممكن ندخلها في حياتنا ممكن تزود طاقتنا الإيجابية وتخلينا كده شخصيات مؤثرة ومتفائلة ومشرقة كده؟ اول حاجه لازم نبعد عن التفاصيل. يعني ارنست هيمنجواي بيقول السعاده صحه جيده وذاكره ضعيفه. لو انا من النوع اللي دايما بفتكر وحصل كذا وسنه كذا حصل كذا، انت عارفه ان الناس مثلا ممكن في عيد ميلادهم وبعدين ايه، جبنا تورته وعيد ميلاد بنحتفل، انا اول مره حد يحتفل بعيد ميلادي ويعيطوا. طب ما تتبسطي باللحظة. ايوه يعني اه، لا اصل السنه اللي فاتت ما اعرفش ايه، انت فاكر لما نسيت عيد ميلادي السنه اللي فاتت وانا اللي طب ما خلاص، ما هو جاب تورته اتس اوكي. لا، هو الذاكره اللي مهتمه بالتفاصيل دي، الذاكره اللي مش بتنسى، الذاكره اللي دايما فاكره الاخطاء. ما هو احنا فاكرين الذاكره الجيده فاكره الصح والغلط، فممكن الغلط على طول يتصدر، على طول بتسحبني للمنطقه السلبيه. فانا اللي بتحكم في ده، يا اما انا اخليني لازم ابقى ذاكرتي كده، متجهه للاتجاه ده او ده. لازم افتكر الحاجات السلبيه اتناساها شويه شويه، هتقع مني. ان انا اعيش اللحظه، اعيش الجمال، اعيش الطاقه الايجابيه، بدل اتس اوكي احنا حاجه موجوده وبتاع نفرح ونحتفل وبتاع واللي عدى عدى اوكي. لكن لا، في ناس كئيبه تفكيرها، هي مش يعني احنا كلنا تقريبا حظوظنا مش فارقه قوي عن بعض، ممكن في لحظات معينه. يعني دايما بقول لما نقارن حياه بحياه بنقارن عمر بعمر، مش لقطه بلقطه. يعني ما ينفعش مثلا اقارن عيد ميلادي السنه دي بعيد ميلاد سين من الناس، لا، الحيوات كلها، يعني الحياه كلها كان فيها ايه؟ انت قد يبدو ان حد اعلى في لحظه او اسعد في لحظه، بس لو قارنتي الحياه كلها تلاقي الناس على مدى الحياه الفرق بينهم مش بعيد. فعلا. وممكن العيد ميلاد الجاي هيكون انا عيد ميلادي ممكن احلى. انا، ممكن انا بعد 5 سنين ابقى انا احسن من اقراني، ممكن هما دلوقتي افضل مني في حاجه، انا ممكن بعد 5 سنين افضل منهم في حاجه، ممكن بعد كده سيم الناس افضل مني احنا الاثنين. فالمقارنه اللحظيه دي مش حلوه. علشان كده بيقولوا دوام الحال من المحال فعلا، فلازم دايما نفكر نفسنا بالجملة دي. ايوه، لازم انا دلوقتي سعيده وانا ممكن بعد كده ابقى اعمل ان انا بعد كده ابقى احسن، واقارن انجازي بانجازي. يعني انا السنه اللي فاتت عملت ايه، لكن ما قارنوش بانجاز حد من اللي حواليا. مش هم كلهم عملوا وانا ما عملتش، هم كلهم وصلوا وانا ما وصلتش، مش هم. انا برضو بتصدر لي، ما هو برضو الفيس ومواقع التواصل الاجتماعي بتصدر للناس دايما الصوره الحلوه، لو حد مصور صوره وحشه مش هينزلها، لو أكيد حد هو بيعيط مش، بالعكس ده احنا ساعات بنحطها عشان دليل. نخبي شعور اه وحش. يعني لما تلاقي حد مثلا ايه، الناس بينزلوا بوستات كده زوجي كل حياتي ومش عارفه ايه، اعرف انها بتخانق مع جوزها. ما هو طبيعي، انت يعني احنا كلنا بدانا علاقتي بزوجي كويسه، هنزل ليه بوست زوجي كل حياتي؟ ساعات بيبقوا عايزين يشكروه مثلا. طب ما انت ممكن تشكريه بيني وبينك. لا، ازاي؟ لازم الناس يعني كلها تعرف. طب وليه الناس تعرف؟ بيبقى فيه سبب طبعا. يعني ليه انا مهتمه ان الناس تعرف ان انا عايشه حياه سعيده؟ انا المفروض حياتي دي محكاها داخلي وانا المعيار بتاعها انا وهو. والطبيعي ان احنا سعداء، يعني الطبيعي ان الناس يعيشوا حياه هاديه.
كون ان احنا ننزل بوستات ان احنا اولادي كل حياتي طب ما طبيعي يعني ايه الجديد في ده؟ طب ما احنا كلنا اولادنا كل حياتي، يبقى انت حاسه ان انت مكسره في حاجه. احيانا ده بيبقى علامه ان الحاجه دي مش موجوده في حياتي، فانا عايزه اعمل عليها زي هايلايت كده. ان انا عايزه اقول للناس ده اولا دليل على المحك الخارجي، ان انا اللي يهمني راي الناس. اوكي دي اول حاجه، ان انا مش القصه ان انا سعيده معاه، القصه ان الناس هيقولوا ايه. انت فاهمه قصدي؟ يعني انا ايه، انا يهمني الناس يشوفوني سعيده، يهمني الناس يشوفوني مبسوطه، يهمني ان الناس انت فعشان كده بنزل بوست، يهمني الناس يقولوا ان انا مهتمه باولادي، يهمني الناس يقولوا ان اولادي كل حياتي، يهمني الناس. لكن ما هو ده الطبيعي، فانا مش المفروض انا محكي داخلي، المفروض انا بعمل كده عشان انا سعيده بده، فانا مش محتاجه اعمل سبوت عليه. فبيبقى ده ساعات مؤشر للعكس. تمام. وساعات اللي بيضحكوا زي ما ممكن الضحك كتير علامه على الاكتئاب. ان ليه بنضحك كتير كده؟ عشان الناس ما ياخدوش بالهم ان احنا مكتئبين، عملنا رد فعل عكسي. ساعات الناس اللي مش متخصصه بقى واللي مش فاهمه، فتشوف البوستات وتشوف تقول لك ايه، لا انا عايشه حياه اتعس، انا صحابي سافروا مش عارفه فين وانا فين. أنا هم اللي بيدوروا كده على يعني امتى يعني يدوروا على حاجه تخليهم يبقوا مكتئبين، يبقى سلبيين، مع ان ممكن يبصوا بس مجرد اختلاف وجهه نظرهم. يعني بدل ما موجهين نظرهم لحاجه يوجهوا نظرهم لحاجات كتير طول ايجابيه. ما انا موجهه نظري ناحيه الناس، وان انا بقارن حياتي بحياه الناس، وان انا وبعدين بعرف الناس، احنا مش بنزور بعض كتير دلوقتي، فبعرف الناس من مواقع التواصل الاجتماعي. فانا طول ما انا متضايقه، لان في لحظه ما زوج واحده صاحبتي هيقدم لها هديه، في لحظة ما واحدة تانية بتصيف، في لحظة ما واحدة بتستقبل مولود جديد، في لحظة ما واحدة خدت شهادة. الحياة أنا طول الوقت بقارن نفسي بكل بتتحرك. دول أنا بقارن نفسي بكل دول، فأنا مش هبقى سعيدة، مش هبقى سعيدة. أنا لازم أقارن نفسي بنفسي، يكون محكي داخلي اللي يهمني اللي أنا أعمل اللي أنا مقتنع بيه بصرف النظر عن الناس. صحيح. يعني زي جينيفر في بلاد العجائب كده، يعني هو إنسان طبيعي راح في وسط العمالقة بقى قزم، راح مع الأقزام بقى عملاق. حقيقة. يعني دي روشتة كده سريعة للناس اللي عايشة حياتها كده بطريقة سلبية، واللي بتردد دايما عبارة عيشة والسلام، احنا عايشين وخلاص ما بنعملش حاجة، كل حاجة حوالينا بتأثر فينا. فدي كانت روشتة سريعة عشان وقت البرنامج للأسف احنا عندنا كلام كتير، حابين طبعا نستضيف حضرتك مرات ومرات نكمله مع بعض، وكمان المشاهدين معانا يستفيدوا. خلصت حلقتنا النهاردة من حلاوة روح، عايزاكم تشحنوا طاقتكم وتدوروا على كل حاجة إيجابية في حياتكم. أسيبكم وأشوفكم الحلقة الجاية أفضل وأحلى. باي باي.